السلام عليكم ورحمة الله احمد من اسكي برودكشنز والنهارده بقدم لكم فيديو جديد هنتكلم فيه زي ما هو باين في العنوان كده مستقبل العاب سي دي بروجكت اكيد اغلبكم سمعتوا عن الاخبار اللي تخص المشاريع الجديده اللي الاستوديو هيقدمها في خلال الفتره اللي جايه انا كنت مخطط ان اوكي خلاص خلينا نتكلم عن الموضوع ده في فيديو الاخبار اللي جاي بس اليومين اللي فاتوا انا قعدت قريت كلام قلت حاجه زي دي ممكن تخلي الكلام عن الموضوع في فيديو الاخبار ممكن يكون طويل و لا محتاج فيديو لوحده، وفي تفاصيل ممكن يكون في ناس يعني اونلاين ما بيتكلموش عنها كتير هي مهمة جدا، مهمة جدا لابد ان احنا نعرفها بالنسبة لمصير الألعاب اللي جاية والاستوديو، تلخيص بشكل سريع للي هم أعلنوا عنه ان هم في اجتماع مستثمرين في الفترة اللي فاتت اتكلموا عن كذا مشروع. اول مشروع اسمه بولاريس المشروع ده هو عباره عن الثلاثيه اللي جايه من لعبه ذا واللي اعلنوا طبعا عن جزءها الاول من فتره وقالوا ان هم هيبتدوا في ان هم يطوروا ملحمه جديده للعالم ده وقالوا ان الجزء اللي جاي ده على الاقل هيتقدم مثلا من بعد ثلاث سنين احنا ممكن نقول 2025 يعني لو احنا نتفائل شويه من ناحيه السنه اللي ممكن تتقدم فيها اللعبه ممكن نشوف الجزء اللي جاي من لعبه ذا ويتشر او بدايه الملحمه الجديده او الثلاثيه الجديده بتاعه العالم ده نفسه لكن في نقطه انا شايف ان هم لخبطوا الدنيا شويه بيها انا بصراحه مش فاهم بالظبط هم بيقولوا ان الالعاب دي هتتقدم على مدار ست سنين طب انا عاوز افهم يعني على مدار ست سنين مثلا انت من بعد الجزء اللي ده هتقدم اللعبتين الباقيين من الثلاثيه واحده كل ثلاث سنين ولا انت بتقول ان الثلاثه كلهم هينزلوا على مدار ست سنين فواحده كل سنتين ف... في <applause> لخبطه شويه وحتى سمعت في الانفستر كول اللي هم كانوا حاطين الكلام ده واعتقد ان هم محتاجين يوضحوا اكتر خريطه الطريق بتاعت وبقول لكم بصوا خلينا احنا نتكلم بعدين بس على حته امتى يقدموا الالعاب وامتى ما يقدموش الالعاب عشان النقطه دي ممكن تكون مهمه جدا المشروع اللي بعد كده هو كانس ماجورس وده مشروع ممكن يكون في نقطه مهمه جدا بالنسبه له ان هو مش هيتطور جوه سيدي بروجكت اللي هيطوره استوديو خارجي بالتعاون معاهم طبعا و الاستوديو ده بيقول ان هو هيكون في ناس كانوا اشتغلوا قبل كده على ثلاثيه ذا ويتشر بولندا تقريبا وفي ناس كتير جدا من مطورين الالعاب الموجودين في اوروبا اشتغلوا في سي دي بروجكت ريد وطلعوا من الاستوديو من بعد تطوير مثلا سايبر بانك او من بعد ذا ويتشر 3 او حتى ذا ويتشر 2 فنشوف بقى ايه الاستوديو اللي هيطور اللعبه وطبعا هيتم التطوير بانريل انجن 5. المشروع اللي بعد كده هو سايرس وده هيكون من الاستديو اللي استحوذوا عليه السنه اللي فاتت اللي اسمه مولاسس فلاد وده استوديو مستقل موجود في الولايات المتحده وبيقولوا ان المشروع ده هيكون تجربته مختلفه وهيكون في جانب اونلاين فاعتقد انها هتكون لعبه صغيره هتكون حاجه مثلا زي جوينت على سبيل المثال وطبعا ده مشروع مرتبط برضه بالعالم بتاع زويتشر بعيدا بقى عن العالم بتاع زاويتشر الجزء اللي جاي من سايبر بانك في الوقت الحالي يعتبر التطوير بتاعه ابتدى او ابتدوا في بدايه مثلا مرحله الانتاج او حاجه زي كده واسم المشروع هيكون اوراين وفي نقطه مهمه جدا بالنسبه للمشروع ده ان الاستوديو اللي مسؤول عن تطويره مش هو سيدي بروجكت ريد اللي في وارسو هم هيفتحوا استوديو جديد تماما في الولايات المتحده في بوسطن بالتحديد والاستوديو ده هو اللي هيكون مسؤول عن تطوير الجزء اللي جاي من سايبر بانك والاستوديو بتاع وارسو هو اللي هيكون مسؤول عن تطوير ذا ويتشر هم كانوا قالوا السنه اللي فاتت ان هم هيتبعوا اسلوب ان يكون في فريقين وهيكون في تطوير كذا لعبه بالتوازي وطبعا يعني واضح ان هيحصل توسع عشان يقدروا ان هم يطوروا الجزء اللي جاي من سايبر بانك بدل ما يقسموا فريق لنصين وطبعا هم ما وقفوش عند هنا وقالوا ان في لعبه ثالثه او ممكن نقول في علامه تجاريه ثالثه هيكون من خلالها لعبه جديده وهتكون حاجه اصليه تماما مش حاجه مبنيه مثلا على اي عمل تاني سواء مثلا لعبه ورقيه زي سايبر بانك او روايات زي ذا وهتكون حاجه جديده خاصه بيهم واسم المشروع اسمه هادر وفي الوقت الحالي المشروع ده في مرحله اللي هو ان هم بيحطوا المفهوم العام بتاعه او بيحطوا الكونسبت نفسه وايه فكره المشروع والكلام ده نيجي بقى نتكلم بقى عن الموضوع نناقشه شويه واولا كده بالنسبه لسايبر بانك ان هم هيعملوا جزء جديد من اللعبه انا ممكن افاجئ بعض الناس لو انا قلت حاجه زي كده انا فرحت شويه ان حاجه زي كده هتحصل ليه لان انا اولا شايف ان العالم بتاع سايبر بانك ما تمش استغلاله بشكل كبير لو اي حد فيكم راح مثلا شاف الفيديو اللي انا عملته عن ايدج رانر لما انا اتكلمت عن الانمي ده من ناحيه ازاي ان هو مستغل الماده الاصليه هتاخدوا بالكم من كلامي ان كان من الممكن ان في اللعبه ان يكون في استغلال الماده الاصليه بشكل اكبر ومش من خلال حتى برضه موضوع السايبر سايكوسيس في حاجات كتيره جدا والباب مفتوح على اوسع ما يمكن ان هم يستغلوا العالم ده فانا فانا كان نفسي ان يحصل كذا حاجة، أولا يتعلموا الأخطاء بتاعتهم، ثانيا يحاولوا إنهم يستمروا في تقديم حاجة للعالم ده ما يرموش العالم ورا ظهرهم وانا كنت خايف حتى ان هم عشان يستمروا في استغلال العلامه التجاريه يعملوا حاجات بعيده عن الفيديو جيمز ويركزوا بعد كده على ذا ويتشر بحيث ان ذا ويتشر ليها ممكن نقول الزخم الخاص بيها وان في ناس كتير جدا بيحبوا اللعبه فلما يسمعوا اسم ذا ممكن هم ينسوا شويه اللي حصل مع سايبر بانك انا ما كنتش حابب ان حاجه زي كده انها تحصل انا عاوز ان انا اشوف لعبه تريبل اي جديده ده بالإضافة إن أنا برضو مش عاوز إن هما يتبعوا نفس الأسلوب بتاع باي وير لعبة معينة مثلا زي ماس افكت إحنا غلطنا غلطة كبيرة جدا معاها طيب نعمل إيه؟ إرمي ورا ظهرك ما تتعلمش بقى من الأخطاء بتاعتك ويليها بقى إنك إنت ما ترجعش للعنوان ده تاني عشان ما ترتكبش ال... نفس الاخطاء اللي انت ما انك انت تتعلم منها ده كان اسلوب باي وير وانا مش حابب ان حاجه زي كده ان سي دي بروجكت ريد ان هم يعملوها تاني حاجه بقى بالنسبه لكثره الالعاب المعلن عنها انا اول ما شفت كل العناوين دي انا قلت ايه ده ايه ده إيه إيه؟ يعني هو انتوا موضوع فاتح معاكم على البحري كده ليه آه ناس كتير طبعا آه افتكروا آه حته انك انت بتعلن حاجه بدري جدا زي ما حصل مع سايبر بانك في 2013 وبعد كده اللعبه منزلتش الا في 2020 وان هم غلطوا بشكل كبير جدا في انك انت تعلن عن كل الالعاب دي مره واحده، هو كويس انك انت بتحاول ان يكون في نوع انواع الشفافيه في حته ان ايه الالعاب اللي انت شغال عليها او ايه خططك في المستقبل؟ تمام بس مجرد انك انت بتعلن عن حاجات زي دي نوعا ما بيكون فيها وعود شويه ان مثلا افرضوا لو لعبه مثلا زي كانس ماجورس اللي هم هيعملوها مع استديو خارجي حصل مشكله وما قدروش ان هم يكملوا المشروع ده ولغوها فاهمين انتوا القصد ايه اللي هو ان فيه وعود انت بتقدمها للناس او مثلا نقطه ان الثلاثيه بتاعه زويتشر اللي جايه على حسب بقى اي حد فين بقى موضوع الست سنين ازاي انت محدد يعني ممكن نقول تايم ويندو او فتره من الوقت هتنزل فيها الالعاب نفسها فانت برضو بتدي نوعا ما وعد للناس بخصوص حاجه زي كده فالواحد صراحه عنده شويه مشاعر مختلطه ناحيه الموضوع ده ولكن الاهم بالنسبه لي في الوقت الحالي اهم نقطه ما تجيش تتكلم عن مشروع يعني مثلا زي مشروع هادر مثلا او المشروع بتاع اوراين اللي هو بتاع سايبر بانك الجديده ما تجيش تتكلم عن المشروع ده قبل ما اللعبه تنزل مثلا بخمس سنين ولا بست سنين وتقعد تتكلم عن مميزات اساسيه هتكون موجوده في اللعبه لان سايبر بانك 2077 ساعه لما اعلنوا عنها في 2013 كانوا قايلين ان اللعبه هيكون فيها سير بيرسون وفيرست بيرسون منظور شخص اول ومنظور شخص ثالث كانوا قايلين كده انا عن نفسي شخصيا انا حبيت جدا تنفيذ جانب الفيرست بيرسون اللي كان موجود في اللعبه بس احنا بنتكلم عن حته وعد انت قدمت وعد من فتره طويله طبعا من بعد لما انت وقفت تطوير اللعبه عشان تخلص ذا ويتشر وبعد كده لما رجعت للعبه ورميت في الزباله الافكار اللي كانت محطوطه في النموذج الاولي وابتديت من الاول خالص قلت لا احنا عاوزين ان اللعبه تكون فيرست بيرسون فدي نقطه مهمه جدا في نظري ان احنا ما نشوفش وعود بخصوص العاب هتتقدم بعد فتره طويله. في نقطه تانية هم اتكلموا عنها في قناه هم عاملينها اصلا اسمها سي دي بروجكت ريد اي ار ريليشنز، قناه فيها فيديوهات ممكن تكون موجهه بشكل كبير للكلام مع المستثمرين تحديدا، في بعض الفيديوهات في كلام مهم عن اسلوبهم في الفترة اللي جايه في تطوير الالعاب ازاي ان هم هيغيروا الاسلوب ده وهيتجهوا ممكن نقول نظام مختلف عن اللي هم كانوا شغالين بيه. لو اي حد فيكم دلوقتي رجع للمراجعه الكلاسيكيه اللي انا كنت عملتها لماس افكت 2 في الفقره الاولى منها لما انا كنت بتكلم عن ازاي ان باي وير اتعلموا من الاخطاء اللي وقعوا فيها في ماس افكت 1 هتلاحظوا ان كان في اسلوب هم اتبعوه ان هم نقلوا من حاجه اسمها سايلوز لحاجه اسمها اجايل حتى انا كنت قلت في نفس المراجعه ان سيدي بروجكت ريد كانوا بيعانوا من مشاكل مع نظام السايلوز واعترفوا بحاجه زي كده فالاسلوب الجديد اللي هم يشتغلوا بيه اللي هو الاجايل وانا لما بحثت اكتر عن موضوع الاجايل ده او الاسلوب المرن في اداره المشاريع لقيت الاسلوب ده فيه كلام كتير عنه في جانب تطوير البرمجيات بشكل عام وعشان أو اوضح لكم اكتر النظام اللي هو القديم اللي هو السايلوز او ساعات اللي بيسموه نظام الواتر فول بيكون عباره عن كذا مرحله انت ما بتقدرش انك انت تعدل على المنتج اللي انت شغال عليه او اللعبه اللي انت شغال عليها في وسط عمليه التطوير لو انت لقيت ان في مشكله لانك انت بتخلي ان كل قسم يخلص الشغل بتاعه ويسلم القسم اللي بعده، فنفرض مثلا ان في فريق بيطور الذكاء الاصطناعي، لاحظ ان في مشكله مثلا في تصميم مرحله فعاوز يرجع ل قسم تصميم المراحل عشان ان هم يعدلوا على المرحله دي فالفريق بتاع تصميم المراحل هيلاقي ان بسبب الاسلوب اللي هم بيتبعوه في التطوير اللي هو بتاع الووتر فول او السايلز ما يقدروش ان هم يعدلوا على المرحله وغير كده ان لما اللعبه في الاخر بتبتدي انها تظهر بشكلها النهائي بيكون للاسف في مشاكل اكتر ممكن تظهر في حاجات كتيره جدا ممكن تكون متعارضه مع بعض في مشاكل في الاداء في باجز في جليتشات كتيره فبيضطروا ان هم يرجعوا مثلا يعيدوا تصميم بعض الجوانب زي ما حصل في ماس افكت 1 لما عملوا تصميم من الصفر للجانب القتالي الخاص بيها او ان هم يحذفوا بعض الجوانب او ممكن برضو يعملوا داون جريد لللعبه او ان يحصل مثلا تاجيلات او ان اللعبه بتنزل في الاخر فيها مشاكل فيها مشاكل تقنية فالاسلوب ده ممكن نقول ان هو مفهوش المرونة الكافية في انك انت تقعد تعدل او تشوف اللعبة نفسها في وسط عملية التطوير وضعها ماشي ازاي فبنروح بقى للنظام اللي هو بتاع الاجايل اللي هو بيبقى على كذا مرحلة بيبقى مطلوب من فريق التطوير ان هم كلهم يكونوا مجتمعين مع بعض عشان ان هم يشتغلوا ويراجعوا اللعبة في حالات قابلة للعب لازم اللعبة تكون من بدايتها في حالات قابلة للعب في كل مرحلة والفريق بكل اقسامه يكونوا متواجدين في حاله لو في حاجه معينه يتم اعاده تصميمها او في مثلا باجز او في جلتشات أو يقدروا ان هم يعدلوا ويصلحوا عليها في وسط عمليه التطوير مش يستنوا بقى للاخر ويلاقوا ان اللعبه فيها مشاكل كتيره جدا فيها باجز كتير جدا تخليهم يضطروا مثلا ياجلوا اللعبه او ان يكون في مستثمر واقف فوق دماغهم يجبرهم ان هما ينزلوا اللعبه بكل المشاكل دي او حتى الاداره مثلا بتاعت الاستديو فهم هيتجهوا للنظام بتاع الاجايل في تطوير كل الالعاب اللي جايه منهم وانا زي ما كنت اتكلمت عن الموضوع ده في المراجعه الكلاسيكيه بتاعت ماس افكت 2 النظام ده خلى اللعبه دي بالتحديد عمليه تطويرها انها تكون سلسه لما تعرضت لمشاكل للاسف هي كانت مشاكل خارجه عن اراده الاستوديو سواء بسبب الكساد اللي حصل في 2008 او وباء انفلونزا الخنازير في 2009 فهو للاسف واضح ان الاسلوب بتاع السايلوس كان ضررهم بشكل كبير وده كان ممكن يكون متسبب في التاجيلات اللي حصلت للعبه بتاعت سايبر بانك مشاكل الكرانش والكلام ده فاتجاه من النظام بتاع الاجايل دي حاجه كويسه غير كده هم اتكلموا عن انريل انجن طبعا هم قالوا ان انريل انجن مهم جدا بالنسبه لهم لان هو ليه ممكن نقول فاونديشن ثابته او ان هو متاسس ومستقر ومش لسه بقى ان هما هيطوروا المحرك من الصفر ده بالاضافه ان المحرك موفر لهم في جوانب معينه مثلا زي تطوير جوانب اونلاين ادوات كتير ده ما يمنعش ان هم برضو من خلال المحرك ده هيطوروا الادوات الخاصه بيهم عشان ان هم يقدروا يقدموا بعض الجوانب الخاصه بالالعاب الار بي جي سواء من ناحيه استعراض القصه او تصميم المهمات والسكريبتنج الخاص بيها والكلام ده. في نقطه برضو مهمه جدا انا عاوز اقول لكم عليها ان محرك زي انريل في الفتره اللي فاتت انا اهتميت بشده ان انا افهم ليه في توجه بشكل كبير جدا ناحيه استخدامه في العاب كتير. آه واضح ان الموضوع مش عباره عن ان المحرك بيقدم مستوى تقني ممتاز والكلام ده لان في محركات تانية من ممكن انها بتقدم مستوى تقني ممتاز طبعا اكيد يعني انريل انجن ليه التقنيات الخاصه بيه اللي بتخلي المظهر العام للعبه ممكن يكون مبهر زي مثلا التقنيات بتاعت لومن ونانايت الموجوده في انريل انجن 5 بس في نقطه ممكن تكون مهمه غايبه عن عيون ناس كتير ان محرك ذات نفسه ايبك جيمز داعمين المطورين اللي بيستخدموه بشكل كبير وفي ناس انا سألتهم شغالين على المحرك ده اللي انا عرفته منهم ان حتى ايبك جيمز بتقدم زي دعم فني للاستوديوهات اللي بتستخدم المحرك عشان يقدروا ان هم يعملوا الالعاب بتاعتهم لو في مشكله طبعا قابلتهم ففي دعم كبير جدا من ايبك جيمز للمطورين اللي بيستخدموا المحرك في يعني ممكن زي ما قلت لكم دوكيومنتيشن او في زي الويكيبيديا بتاعت المحرك ذات نفسها واضحه قدام الناس استخدام كل الادوات مشروح بشكل واضح فالموضوع مش هيؤدي لان في ناس ممكن تتعامل مع حاجه ممكن تكون مبهمه ومش واضحه وان في بقى حاله ممكن تحصل بيسموها سباجيتي كود ان مثلا في اكواد كتير جدا متراكمه فوق بعض فالموضوع في فالسورس في كود مثلا بتاع اللعبه بيبقى في الاخر عباره عن فوضى وحتى في الفيديو اللي هم كانوا عارضينه هم اتكلموا عن النقطه دي ان إيبك جيمز متعاونين معاهم في استخدام المحرك فالخلاصه هي إن او ممكن نستنتجه ان هم مش عاوزين يضيعوا وقت في ان هم يصمموا محركات من الصفر عاوزين حاجه تكون ثابته حاجه جاهزه حاجه واضحه وتوفر عليهم وقت ومجهود طبعا يعني يعني زي ما قلت لكم الموضوع مش شكل او مظهر هو موضوع هو عباره عن سلاسه عمليه التطوير من ناحيه الشكل او المظهر خلينا صراحه مع بعض انجن يعتبر من اكتر المحركات اللي بتقدم شكل تقني خارق وشوفوا الفيديو الاخير اللي نزلوه للاوفر درايف مود اللي هينزل في تحديث جاي للعبه على بي سي فالمحرك ده بيطلع ممكن نقول مستوى تقني ممتاز بس في الجوهر بتاع اللعبة كلعبة مش كتقدم ديمو بيستعرض جرافيكس احنا عارفين ان ممكن يكون في كانت مشاكل كتيره جدا من ناحيه عناصر تانية تخص الجيم بلاي مثلا في لعبه زي سايبر بانك او من ناحيه الجوده او من اللعبه نزلت فده كل الكلام اللي هم ممكن يكونوا قالوه بالنسبه للاستوديو وبالنسبه للالعاب اللي جايه بتاعتهم فطبعا الكلام ده اللي هم قالوه والمشاريع الكتيره اللي اعلنوا عنها ده موجه بقدر كبير جدا للمستثمرين اكتر من هو موجه للناس اللي هتلعب الالعاب بتاعتهم بس اتمنى ان هو ما يحصلش بسببه زي اللي حصل مع سايبر بانك ان هو احنا هنسمع كلام المستثمرين باي شكل من الاشكال حتى لو هنضطر ان احنا نكذب عليهم عشان نخليهم مبسوطين وما يبيعوش الاسهم بتاعتهم ويخسرونا والكلام ده حاجه زي دي ممكن تكون مهمه جدا لان فعلا ممكن يكون من أكثر الحاجات اللي بتضر صناعه الالعاب يعني مش معاهم هم بس في امثله مع استوديوهات تانية كتير اللي هو انك انت بتحاول انك ما تزعلش المستثمر انت بتحاول انك انت ما تزعلوش على المدى اللي ممكن يكون قريب او المتوسط لكن المدى البعيد بعد لما اللعبه تنزل لا هيزعل ويجيب ناس تزعل فدي نقطه انا اتمنى ان هم يكونوا منتبهين ليها من هنا ورايح لان اللي حصل مع سايبر بانك في فتره قبل ما تنزل وكلامهم مع المستثمرين تحديدا كان في كوارث في كوارث ممكن يكون الناس مش واخدين بالهم منها يعني كان في كذب علني وفي قضايا اترفعت عليهم ده بالاضافه ان دي حاجه ممكن تكون مهمه جدا بالنسبه لي كواحد بيحب العاب الار بي جي. أنا أتمنى إن كم الألعاب اللي جاي ده يكون فيه جانب ار بي فعلاً، يعني أنا أتمنى إن أنا ما أشوفش عشان عاوزين ينزلوا الألعاب بمعدل سريع إن الألعاب دي تكون عبارة عن ألعاب أكشن ما مرصوص عليها شوية كده على الوش كده إيه عناصر ار بي خفيفة، أنا عاوز إن يكون فيه عناصر ار بي فعلية موجودة في الألعاب دي أنا مش هعمل زي بعض الناس اللي هو لمجرد إن اللعبة زي ذا ويتشر مثلا آآ آآ فيها مثلا شخصية معدة بشكل مسبق أو إن العناصر بتاعتها محددة مش زي مثلا ألعاب السي أر بي جي أو الجراند أر بي جيز مثلا اللي كانوا بيساس بيعملوها هو أنا بصراحة لو لقيتهم هيعملوا حاجة زي كده يعني دي هتكون حاجة كويسة بس بس عموما في حاجة اسمها تجربة مستهدف تقدمها ألعاب اللي هي اللي بتقدم بريديفايند كاركتر أو شخصية معدة بشكل مسبق بيبقى في فن في تقديمها وهم كانوا اساتذه فيه يعني مع لعبه زي ذا ويتشر 3 على سبيل المثال فالواحد انا عاوز يشوف ان الالعاب اللي جايه دي يكون فيها جانب ار بي جي فعلي مش تقعد تحط لي كميه سيستمز كتيره جدا ممكن نقول متعارضه مع بعض وفيها افكار كتيره جدا غير منتهيه عشان توهم اي حد ان هو بيلعب لعبه ار بي جي فيها عناصر كتيره جدا وعميقه والكلام ده وانا دخلت في نقاشات كتير مع ناس يعني انا مش عاوز بس يكون كلامي باين منه نوع من انواع النخبويه بس ناس كتير مش فاهمين العاب الار بي جي صح اللي هو لمجرد انك انت في ليفل بتعلاه يبقى انت كده بتلعب لعبه ار بي جي لا مش كده خالص يعني نقطه واحده بس بسيطه لعبه العواقب والاختيارات اللي كانت موجوده في ذا ويتشر وانك انت في مهمات ممكن ما تلعبهاش والوضع يتغير قدام او ان في مثلا مهمات بتاثر على حدث كبير جدا في نص اللعبه وبعد كده في النص التاني الموجود في اللعبه في كارما سيستم مخفي بيراقب الاختيارات بتاعتك عشان ياثر على النهايه بتاعتك الكلام ده ما كانش موجود في لعبه زي سايبر بانك فانا مش عاوز ان انا اشوف ان في نوع انواع اللي هو ان هم بيخلوا فيه ضحاله كده في الجانب الار بي جي بتاع اللعبه نفسها يعني نفسي ان هم يهتموا بالجانب ده شويه ما تلاقيش ان هم عاملين زي العاب الشركه اياها اللي العابها دمروا فكره العاب العالم مفتوح فدي ممكن تكون نقطه مهمه جدا انا بالنسبه لي حتى يعني ان الاستديو ده يستمر في ان هو يقدم العاب كويسه في خلال الفتره اللي جايه يعني خصوصا ان هم حتى المدير بتاع الاستوديو اللي هو مارشن ويرسكي هيتنحى عن المنصب بتاعه في خلال شهر ديسمبر اللي جاي انا عاوز ان الوضع بتاعهم ان هو يتحسن ان يكون في تعلم الاخطاء بتاعتهم عشان احنا في وقت الحالي في صناعه الالعاب داخلين على حاله ان في اللي انا كنت كلمتكم عنها اللي حاله الماركت كونسوليديشن ان في اقطاب معينه كده تكون موجوده الشركات بتستحوذ بالجمله على استديوهات كتير وبيكون تحت سيطرتها جزء كبير من صناعه الالعاب ولو مشكله واحده حصلت معاهم المشكله دي من ممكن انها تاثر على كل الاستديوهات اللي تحتها فهتاثر على جزء كبير من الصناعه فبالتالي احنا محتاجين ان يكون في استديوهات مستقله استديوهات بتعمل العاب كبيره بس هم اصحاب قرارهم عشان يكون في نوع من انواع حريه ابداعيه يكون في منافسه بشكل كويس في الصناعه نفسها فبس ده كانت كل اللي انا كنت عاوز اتكلم عنه بالنسبه لسي دي بروجكت ريد وبالنسبه لمستقبل الالعاب اللي جايه منهم يعني في يعني ممكن نقول شويه تفاؤل حذر ناحيه اللي ممكن هم يقدموه مع الوقت خصوصا الاداره كلها اتغيرت بقدر كبير واعتقد ان الاختبار الجاي ليهم بالنسبه لي فعلا هو الاضافه بتاعت سايبر بانك اللي هي اسمها فانتوم ليبرتي فبس اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد